واحدة من أكبر مشكلات الدولة العراقية بعد 2003 هو السلاح، ولا شيء يعلو فوق السلاح اللي راح يتدرج لاحقاً من أيام الحرب الطائفية إلى ما بعد آخر انتخابات بالدولة العراقية جرت بال21. السلاح اللي حول العراق بسنوات كثيرة إلى دولة سائبة، وصار بمراحل معينة الحصول عليه أسهل من الحصول على شربة مي بأي مدينة عراقية. ومار من كون حالة عشوائية جداً إلى حالة منظمة جداً، عشائر مسلحة، جماعات بأجندات مختلفة، حتى وصلنا لمرحلة الجماعات السياسية المسلحة، وكلها مجتمعة. وخلال العقدين المعقدين حولت العراق إلى بازار مفتوح للجريمة وصراع الوكالات والاقتتال حتى على نتائج الانتخابات. بعد سنوات قليلة من ظهور ملامح الدولة الجديدة اللي تشكلت وجاري بناها على أنقاض وتحديات نظام صدام حسين، استمر السلاح المنفلت بكون الأرق الأكبر للعراقيين. ورغم التعهدات اللي قطعتها الحكومات المختلفة للسيطرة عليه، إلا أن إعصار العنف والقتل والمعارك لم يتوقف. وبمسارين واضحين، سلاح منظم مدعوم سياسياً وسلاح عبثي بيد العشائر، اللي وصل على سبيل المثال بسنوات معينة بالبصرة إلى كمية تعادل ما تملكه فرقتين عسكريتين من الجيش العراقي. وعلى الرغم من عدم وجود إحصائية دقيقة لضحايا السلاح السائب أو كميته بالعراق، لأن السلطات الرسمية مو كلش تحب تأرشف الأخبار السيئة اللي تصير يومياً، على الرغم من ذلك فقد استطاعت الدولة أن تبسط سلطانها نوعاً ما، وتعامل الاقتتال العشائري معاملة الإرهاب، وتحد من أخطار المجتمعية ولو بشكل نسبي. لكن بقى السلاح السياسي اللي راح يأرق الحكومات لو حتى المجتمع الدولي، وراح يفتح جبهات متعددة، مرة عن إشكالية التمويل والأعداد، ومرة عن الانتشار الجغرافي، وليس انتهاء بالخلافات المسلحة. وراح يوصل القناعة الجماعية بالدولة إلا أن تحييد جماعات السلاح تحدي يتطلب مواجهة انتحارية، وذلك بسبب كمية الخلافات السياسية والبنادق المستعدة والكاتيوشا المتطايرة في السماء العراقية. هاجس الخوف من المجهول دفع بالكثيرين لشراء الأسلحة. تجارة السلاح نشطة خاصة في هذه الأيام، ومنذ الانهيار ولحد الآن زادت. كم حادية؟ أسلحة ثقيلة؟ كم هاون؟ يعني قد 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 تعادل فرقتين عسكريين. خارج سلطة الدولة، وبالتالي انتشار السلاح بهذا الشكل الواسع خارج سلطة الدولة غير مسموح. أي إنسان يحمل السلاح في العراق يجب أن يكون تحت سلطة الدولة العراقية ولا أي شيء آخر. السلاح كل السلاح، الثقيل، المتوسط، الخفيف، هو اختصاص الدولة ولا غير الدولة. بعد تأسيس الحشد الشعبي رسمياً، انشغل الرأي العام العراقي بجدلية ألوية العتبات وألوية الفصائل داخل الحشد، ومن منهم اللي يمثل فتوى النجف بالجهاد الكفائي. وفي وقت كانت أزمة مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة يتردد صداها ببغداد، تحولت العاصمة إلى مكب صواريخ واستهدافات متبادلة
وحرب مفتوحة على قوات التحالف الدولي وهجمات شبه يومية على السفارة الأمريكية المحصنة بالمنطقة الخضراء اللي صارت غبراء حمراء عالية الخطورة، ودخلت الحكومة العراقية بدوامة مقرات ومستودعات السلاح التابعة للفصائل، فضلاً عن أحجية الجماعات الشبحية اللي تسوي أعمال الفصائل المعروفة. ومع كل هذا، ومثل ما تعودنا، طبقت الكتل السياسية أجنحتها المسلحة اللي راح تحتاجها بالانتخابات الأخيرة قريباً. وهنا تبين أنه كل الظاهر من تلال المشاكل وسلاح العشائر إلى سلاح الفصائل وجدلية هوية الحشد الشعبي لم يكن سوى رأس جليد لامع وضئيل سيظهر منه بعض الوضوح بعد لحظة فتح صناديق انتخابات تشرين 2021. تأخر كثيرا الأخ القائد العام عن إصدار الأوامر الأخرى لكي نرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة على الصعيد الإداري واللوجستي والمالي. ممكن أن يؤدي سفك الدماء إلى ضعف الحكم ووهنه، بل قد يؤدي إلى زواله. بعد 20 سنة من تقلب الديمقراطية بالعراق، أوصلت الأحزاب السياسية بقيادة الشيعية منها تحديداً، أوصلتها إلى لحظة قتال الخضراء وسقوط الضحايا من البيت الشيعي السياسي. ولازم ننتبه لأن المعادلة العراقية رغم هدوءها وسكون غبارها هذه الأشهر ما زالت غير مفهومة وسائبة، وكل الخلافات والصدامات والأسلحة لم تتبخر، وما يستتر من حجمها الحقيقي يغوص عميقاً في ظلمة حقيقية قد لا يمكن معرفتها في يوم ما إلا حين يهدد خطر الزوال طرفاً ما. وهنا خلونا نستحضر إشارة بالغة المعنى للمرجعية الدينية بالنجف اللي قالت إنه سفك الدماء يمكن أن يؤدي إلى ضعف الحكم ووهنه، بل قد يؤدي إلى زواله وانتقال الحكم إلى آخرين. السلام عليكم، الله يتقبل صيامكم وقيامكم بهالشهر الفضيل، والله يعينكم على الأمطار الغزيرة اللي نزلت اليوم، ومبارك عليكم العطلة باكر بالنسبة للموظفين. رحب بكم بأمسية رمضانية جديدة راح يكون ضيفي بها هو عضو مجلس النواب المحافظ السابق المكلف السابق سيد عدنان الزرفي. حياك الله سيد عدنان. حياك استاذ احمد، رمضان مبارك عليك. تحياتي لك ولمشاهديك الأعزاء، ورمضان مبارك إن شاء الله، وعظم الله أجورنا أجوركم باستشهاد مولانا أمير. عظم الله أجرك. أقول إحنا راح نفتح ملف كلش خطير، نحكي بصراحة ونشوف مكان محصن نبات فيه، نحكي بصف الحائط. نحكي بصف الحائط، ايش تقول؟ نحكي بصراحة. بصراحة بصراحة ماكو أحسن من الصراحة. ماكو أحسن من الصراحة. معارض قديم للنظام، شنو تتوقع انه غياب للدوله، شو اهتام لهيبه الدوله، شو اهتام وبروز واضح لفصائل وجماعات مسلحه وسلاح سائب وعشائر مسلحه وهذه المناظر، شنو تتوقع نوصل لهذه المرحله وبعد 20 سنة لحد اخر انتخابات صارت نتيجتها ايضا صراع مسلح، يلا تنتهي المشكله؟ الحقيقة التوقعات كانت منذ 2003 أن تستمر هذه الأوضاع 25 سنة. يعني كنا نتناقش، أتذكر أنا وبعض الأخوان سنة 2003 أول ما رجعنا العراق كنا في القصر الجمهوري،
وكانت استوى نجاين يعني حكومة بريمر بعتي مع سلطة الائتلاف، وكنا نتحاور كم سيطول عمر هذا النظام السياسي بهذا الوضع. فكنا نصل إلى نتيجة أنه خلال 25 سنة القادمة راح يمر العراق بوضع مرتبك و بشرك الله بالخير، يعني بقينا 5 سنين يبدي نعم ما ذهب من عمر النظام السياسي الكثير، وما تبقى يحتاج مراجعة فعلية حقيقية حتى يتجنب النظام السياسي أخطاء السابقة. فكنا نتوقع أنه مشكلة النظام السياسي راح تبقى متعثرة لأسباب كثيرة، هذه الأسباب بدأت تتوضح جليا. يعني تعرف جنابك 2003 انهيار المنظومة الأمنية بشكل كامل، يعني وبدأت تنبني المنظومة الأمنية على أسس واهية تجميعية، ما كعقيدة وطنية تجمع الأجهزة الأمنية، ومشاكل المكونات بدأت تنعكس بشكل كبير أيضا على الحياة العامة وعلى أسس بناء الأجهزة الأمنية، وبالنتيجة أجندات الخارجية، أجندات الخارجية والداخلية وضعف قوة. يعني يمكن ما أنطي الحق لإيران، لو ما أنطي الحق إيران، إيران عدوها اللدود وجسار جارها، ويعلن صراحة جزء من محور الشر إيران وكوريا والعراق وبصفها 160 ألف جندي، من حقها لو مو من حقها تجي وتدعم جماعات عراقية وتدعمها بالسلاح وحجج مبررات هواية، مقاومة وغير مقاومة ومعرف إيش، وروح وفجر وقتل وكذا، إلى أن ربت هاي الجماعات وصارت أكبر من الدولة. من حقها إيران لو المفروض إحنا كعراقيين ما المفروض ننجرف ويا أجندة إيرانية. أحكي بعد سوريا أيضا كان تهديد كبير، وجود 160 ألف مقاتل أمريكي لسوريا، ونعرف اللي سوته سوريا بالعراق شنو. زين هذا ما محكي عنه هواية، جزء أكثر من إيران. أي حقيقة إحنا لا يمكن أن نبرر لأي دولة أن تمتد أو يمتد نفوذها المسلح إلى داخل أراضينا لأي سبب من الأسباب. هنالك أنشطة مختلفة ممكن ممارستها لدفع هذه الأضرار عن الدول الإقليمية. ربما قد يستغرب البعض طيلة وجودي بالسلطة، من خاصة السلطة الأمنية، يعني من سنة 2003 لحد 2009 لم أسمع من الأمريكان ما يدل على أن عدوهم وخصمهم القادم إيران أبدا. يعني أنا ملتقي بكل المجتمع الاستخباري الأمريكي وغير الأمريكي سنة 2003 لغاية 2009 لم أسمع أي توجهات أمريكية داخلية داخل العراق ضد إيران. بالتالي ما طرحوا الأمريكان أو ما أسسوا له الأمريكان هو كل الشخصيات المتحالفة مع إيران والمعارضة التي كانت متواجدة على الأراضي الإيرانية والسورية اللي لزمت الحكم. فما أجدت جهة مثلا غير هاي الجهات استلمت الحكم حتى تنطي مؤشرات معاكسة. يعني لو كان مثلا جاية مثلا قوة علمانية مسيطرة مثلا على الوضع السياسي بالعراق، ربما كانت أنطت إشارة سلبية للإيرانيين أو للسوريين أنه الحكومة ستكون بالضبط معارضي نظام صدام حسين الإسلاميين. كانوا إيران وسوريا ومدعومين منها، فهم اللي إجوا استلموا السلطة. وبالتالي هاي مؤشر من الأمريكان إلى الإيرانيين إلى السوريين إلى الإسلاميين العراقيين أنه إحنا ما عندنا خصومة وياكم. أي بس لا ننسى يعني الخطاب المعلن يعني على لسان الإدارة الأمريكية، رأس الإدارة الأمريكية. أنا دا أحكي عن مجتمع استخباري عنده قرارات. إحنا كنا على تماس سنوات طويلة ويا هذا المجتمع الاستخباري. هذا المجتمع الاستخباري لم يطلب من الأجهزة الأمنية العراقية أي جمع معلومات عن إيران، في حين كانت مثل أجهزة الاستخبارات الأجنبية متواجدة تبني المخابرات والاستخبارات والأمن الوطني، تغذي الأمن الوطني وتغذي استخبارات الدفاع. لكن لم يكن هنالك توجيه أن تتوجه أنشطة هذه الأجهزة الاستخبارية ضد إيران أو ضد سوريا أو ضد أي دولة. ما أدري شو كان برأس أمريكا، يجوز كانت ترسم بدرسة معينة. إحنا كنا نسألهم، أنا سائلهم أكثر من مرة، من هو عدو الولايات المتحدة الأمريكية القادم؟ يقولوا للصين. هاي سنة 2007 2006 2007
يعني ما كانوا يقولون هذا الحكي والعبوات إيرانية الصنع تضرب همراتهم وتقتل جنودهم. أنا دا أحكي لك بأيادي عراقية. أنا دا أحكي لك ماك ماستر اللي صار بعدين مستشار الأمن القومي وضباط الاستخبارات الدفاع اللي كانوا متواجدين بوزارة الداخلية إنه دا يحشون ويانا هذا الحكي. اللي صار أنه أعتقد هذا الجاب اللي صار بين الأنشطة لم يفهم الإيرانيون أو السوريون الرسائل الأمريكية التي قدمت إليهم، أنه الشخصيات اللي استلمت الحكم هي كانت مؤشر كبير على أن ليس للأمريكان رغبة رغبة في دخول صراع مع إيران. دخول صراع زين، الإيرانيين ما افتهموا، السوريين ما افتهموا، جماعتنا ليش ملكيين أكثر من الملك؟ ليش كانوا عندنا جماعات مستعدة تتبنى الخطاب الإيراني وتتبنى الخطاب السوري وتقبل المساعدات وتقبل التدريب وتحكي بلسان مقاومة وغير مقاومة وهالأمور هاي، وبنت جماعات مسلحة؟ تعال هسه تعال خلصتي منها ورا 20 سنة، شلون أقدر شلون أرجع هيبة الجيش والسلطة والأجهزة الأمنية الرسمية مقابل هاي الجماعات؟ صدق أحمد، أنت إذا ترجع لل 2003 شوف المشهد شلون تكون بال 2003، يعني حتى صار مجلس الحكم هذا التشتت في القوى السياسية ومكونات المجتمع اللي صار كان من الصعوبة جمعه مرة أخرى وتشكيل منظومة سياسية جديدة لديها أهداف موحدة. يعني كانت هذه المجاميع كانت تعترض على أي شخص يتقدم. يعني أنا أذكر مثلا عدنان الباشيتشي إجا صار اعتراض عليه، شخص ثاني إجا صار اعتراض عليه، شخصية مثلا الليبرالية صار اعتراض عليها، وبالتالي لملمت وإخراج المشهد السياسي في تلك الفترة كان معقد جدا. حتى شكل مجلس الحكم كان الإسلاميين يرفضون الدخول في مجلس الحكم لأنه الأمريكان تقريبا أخذوا الوهج الكبير بس إذا في تحرير العراق. كانت نيته سليمة فيما يخص السلاح من قانون دمج الميليشيات، شو كنت منتقد ميليشيات ندمج هذول قاتل؟ أنا ما عندي شك بنوايا القادة السياسيين، نواياهم طيبة أكيد، لكن الأداء المشكلة بالأداء، أنه الأداء ما كان مبني على تفكير مسبق في إدارة السلطة. يعني جينا كلنا جينا قعدنا بالسلطة، السلطة وقوانينها وأنظمتها ومتبنياتها كانت غائبة عن الفكر السياسي للقوة السياسية المعارضة. فمن جينا إحنا للسلطة أجينا على أعقاب نظام دكتاتوري صارم شديد تفكك وترك فراغات واسعة. حتى تملأ هذه الفراغات يحتاج لنا وقت طويل حتى نملأ هذه الفراغات. الملاحظة اللي تؤخذ بشكل كبير على القوى السياسية أو الأحزاب السياسية خلوها من مفكرين ومنظرين ينظرون للدولة وبناء أسس الدولة، يعني على المستوى السياسي، لا على المستوى الاقتصادي، عدهم بس ما يسمعوا لهم وبعدوهم وقصوهم. لا لا، احنا سنباع للهياكل، نباع للهياكل الحزبية وانتاجها، نتباع للشخصيات، يعني نتباع للزعيم اللي موجود. احكي الزعيم ويا كم قائد من القادة المنظرين اللي ينظرون مثلا للتربية، ينظرون للتعليم العالي، ينظرون للصحة، ينظرون لدرجة انه احنا قمنا نجيب وزراء، النظام السياسي قام يجيب وزراء يشتغلون عكس رؤية النظام السياسي. يعني يدخلون النظام السياسي في مأزق، ينتبه للنظام السياسي وقيادة النظام السياسي بعد سنتين ثلاثة أنه هذا الوزير اخترق النظام السياسي وأثر سلبا على النظام السياسي. فلذلك أنا أقول محاكمة المرحلة السابقة أو تكوينها يجب أن يكون من شخص قريب من عايش بوسطها يحاكمها محاكمة حقيقية. يعني شوف مثلا ماخذين مفردة السلاح، فرد السلاح، يعني معارضة تتهم صدام حسين بأنه عسكر المجتمع وغيره، تجي أنت تعسكر المجتمع دبل. إحنا أجوا الأمريكان مظاهر السلاح، أجوا فوضى بالشارع. أستاذ أحمد، أجوا الأمريكان أخذوا الكريدت، أخذوا الفضل في تغيير النظام. أنت اليوم مخير بين أمرين، أما تدخل ويا الأمريكان بالحكم فصير عميل أمريكي وصير خاضع لبريمر وشروط بريمر، أو تروح تصير معارضة مقاومة حتى ترجع وطنيتك مرة ثانية اللي انسلبت من عندك. فهم كانوا بهذه الخيارات، ما كان أكو خيار ثالث لهم.
فاللي اختاروا أنه يرجعون الهوية الوطنية فاختاروا أنه يقاتلون الأمريكان. هو ما كحجة حقيقية، الأمريكان ما عندهم كان نوايا يبقون بالعراق، يعني بالبرنامج الأمريكي لتحرير العراق. لا هذا نجاح أحسن ولا هذا نجاح. فقصدي هذا من يجي؟ يجي من ضعف الرؤية. الرؤية ما كانت رؤية استراتيجية وطنية لإدارة السلطة، لذلك عانت معاناة كبيرة منذ بداية النظام السياسي الجديد وإلى الآن. هنالك إخفاقات متكررة وهنالك نجاحات بسيطة وهنالك تحديات كبيرة. النظام السياسي ما قدر يصمد أمام التحديات الكبيرة اللي رافقته من 2003 ولحد الآن، بقى يجد معالجات ثانوية هامشية، وهذه المعالجات الهامشية تعمق من الهوة بين النظام السياسي وبين المجتمع، وهاي برزة بتشرين صار الجاب الكبير بين النظام السياسي وبين المجتمع. حتى تردم هذا يحتاج لك تغيير آليات الحكم وتغيير مفاهيم الحكم وتغيير السلوك السياسي في المجتمع. يعني أنت جنابك اتطرقت إلى موضوع هو في غاية الأهمية، موضوع السلاح هو جزء من نتاج النظام السياسي. يعني النظام السياسي المفروض لا مو بس نتاج، يعني واحد من أهم أدوات النظام السياسي تحول من نتاج إلى أدوات. أدوات صار اليوم أنت من تسألني مثلا وشنو وجهة نظرك، أنا أقول الديمقراطية والاستمرار بالعملية السياسية تخفف من هذه الأنشطة، يعني خلق حالة من الاطمئنان بين قوى النظام السياسي، تقارب مصالح مكونات النظام السياسي راح تخفف من حدة اللجوء إلى السلاح. جيد. وأعتقد خلينا مدام هسه صار بس خليني أكمل هاي. وأعتقد في هاي الحكومة أي. برز واضح الآن أنه من تقاربت أهداف فرقاء النظام السياسي زين اختفت المظاهر المسلحة تقريبا نفس جملتي. صارنا 5 أشهر 6 أحسن. نوعا ما الأمور هذا إحنا إذا استمرينا بهذا النشاط أنه ندفع باتجاه الأمن باتجاه الاستقرار باتجاه مضاعفة الخدمات، طرح من النظام السياسي شيء جديد يقوي من قدرة المجتمع، يردم الهوة بين الثراء الفاحش اللي صار عند الطبقة الأولى والفقر الكبير اللي صار عند الطبقة الأخرى، يردم هاي الهوة اللي بالنص الطبقة الوسطى اللي اختفت بالمجتمع حتى يجدلها معالجات حقيقية على المستوى السياسي، على المستوى المهني، على المستوى الصحي، على المستوى المعرفي التعليمي وهكذا. زي. النظام إذا قعد ركز فيما يخص السلاح، خطوة دمج الميليشيات هسه باستحقاقاتها بعيوبها، اللي الخطوة الأولى مع دمج الميليشيات ودخلوا مؤسسات الأمنية تقريبا هسه أغلبهم طلع تقاعد ومشت. اجت خطوة ثانية اللي هي تنظيم هاي الفصائل في مؤسسة دستورية اسمها الحشد الشعبي، وأيضا يبدو أنه خلال هل تقريبا 5 سنوات من قانون تشريع قانون هيئة الحشد لحد الآن بدأت أيضا هاي الفصائل والميليشيات انجمعت هنا صارت بالحشد، بدأت تأخذ شوية شوية دور الدولة ومؤسسة الدولة. لكن احكي لي على الظل، عندنا شو أسميها، لا زالت نفس هاي الفصائل اللي راحت حشد شعبي تمدعتها فرق هنا وهنا خارج مؤسسة الحشد، بعدها شو وقت ما تريد تطلع شو وقت ما تريد تلتهم الدولة تلتهمها موجودة، هاي شو نسيطر عليها؟ هذا شيء طبيعي، هذا في أي نظام، في أي نظام يبني نفسه من جديد عنده مخاوف زين. هاي المخاوف ضمن حدود تفكيره يحتاج من عده انه يفكر في حمايه نفسه. هو ما راح يقدر يحمي نفسه من خلال المؤسسات لانه هو نظام ناشئ مليء بالشكوك، مليء بالهواجس، مليء بافكار الخرافه والمؤامرات هاي كلها الافكار زرعها النظام السياسي وبدا يتعاطى وياها، يعني هو صنعها وهو يتعاطى معها بشكل مستمر. لذلك النظام السياسي إذا هو حدد أهدافه بشكل واضح وصريح راح يبدي يخفف من هذه الأنشطة الغير ضرورية، هي وما يحتاجها. يعني اليوم ماكو واحد يهدد واحد، هذا الهدوء المشوب بالحذر، هدوء السلاح، أنا أقصد هدوء السلاح السياسي، أنا ما أقصد سلاح العشائر وغير ذاك من طلابه وغير طلابه، هذا الهدوء مشوب بالحذر ممكن بأي لحظة لا تنفجر، وأي قضية سياسية أي مشكلة تصير ممكن ينهار بأي لحظة. أقدر أبني عليه هذا الهدوء؟ هاي الرؤية دا تحشي بيها
مستعدة الفاعلين بالنظام السياسي مستعدين يقولون خلاص كافي، دولتنا منهارة، هيبة الدولة راحت، سلاح لازم يصير فقط للدولة، وفعلا نحصر السلاح بس بيد الدولة. أنا في أكو هيك إرادة؟ أنا في 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 تصوري ومن خلال المعلومات اللي أسمعها من أغلب القادة أن هنالك توجه كبير لتغيير المسارات. زين. وهذا التوجه غير معلن، باعتبار تدري احنا عادة ما نوضح وجهات نظرنا، يعني الاجتماعية السياسية الاقتصادية دائما نحاول نوضح وجهات نظرنا الأمنية. الآن أغلب القادة السياسيين الزعماء من يتحدثون عن معلومات استخباراتية، احنا جتنا معلومات عن فلان دولة عن فلان دولة عن فلان دولة، لذلك تقيس من حجم المعلومات اللي يطرحها القادة السياسيين توجهاتهم. هاي التوجهات اختفت الآن، يعني ماكو واحد الآن يحكي عن معلومات استخبارية عن إيران عن الدول العربية عن تركيا عن أمريكا، عن اختفت هاي. الآن تحولت اللغة إلى لغة جديدة، لغة الاقتصاد. حتى النشاط الداخلي لكل هاي الفصائل وهاي المكونات هو نشاط يتحدث عن الاقتصاد، هنالك قروض، هنالك امتيازات بالسلطة، هنالك بدأ النظام السياسي يبدي يزحف على هذه المناطق في النفط وفي الزراعة وفي الصناعة وفي أوجه الاقتصاد الأخرى. تشجيع النظام السياسي على المضي، وهاي الفصائل تحديدا والمسلحين الذوب، هاي الذوب بالاندماج أحسنت. في نظام سياسي واقتصادي جديد هذا كفيل بينهيها. إيه هذا مهما كانت التحولات السياسية اللي قد تكون مفاجئة اللي بالمنطقة وبالإقليم. يعني أنا شنو يضمن لي الآن مثلا أصدقاء إيران إذا صار مثلا أي خلاف في الولايات المتحدة ويا إسرائيل ما يحرقون العراق من أجل عيون إيران؟ أقول بالسياسة أنت ما مجبور تزج العراق بمعركة هي مو معركتك. هذا قرار سياسي. اي اقول بالسياسه احنا بنحكي، ولا ان نتعرض مصالح العراق والشعب العراقي في معركه هي ليس معركتك ومعركه خاسره. اليوم العراق ليس لديه القدره على الدخول في حروب، لا حروب بالاصاله ولا حروب بالنيابه، ولا لصالح اي دوله من الدول. العراق القوي اقتصاديا يمثل قوه للمنطقه. هذا الشريط كله الممتد الان بالصراع هذا الشريط يمكن أن ينتفع كبيرا بما فيها إيران، بما فيها سوريا، بما فيها لبنان، بما فيها اليمن، بما فيها ويساهم حتى بحل المشاكل السياسية. هذا يساهم في تعزيز قدرات هذه الدول الاقتصادية، ويساهم في استقرار هذه الدول أيضا. وأنا هاي النظرية تطرحها من 20 سنة، أنه استقرار العراق اقتصاديا، قوة العراق اقتصاديا راح يترك آثاره الإيجابية على دول في المنطقة كثيرة. لكن كان الجو السياسي بالعراق ضد هاي الأفكار، أن هاي أفكار ربما ستعتبر هي متواطئة أو لصالح جهات أجنبية. بس حتى هذا الخطاب مخف، هذا الاتهام الآخرين. أي. هذا لذلك هسه الآن بدأوا يستجيبون، النظام السياسي بدأ يستجيب لأفكار كثيرة. على حكايتك بداية الحلقة أنه 5 سنين بعد ممكن نشوف نتيجة لهذا، نهاية لهاي المسيرة يعني، أو نتيجة إيجابية لهذا الاندماج، اندماج هاي الفصائل وغيرها. يعني احنا هسه الآن بنجمع نخلي مصلحتها، خلينا نقول مصلحتها ومكاسبها الاقتصادية هدف أساسي مو أهداف أخرى، ممكن أنه تندمج بالتأكيد يروح يستثمر في قطاع التعليم، في قطاع الصحة، في قطاع التربية، في قطاع الصناعة، في قطاع الزراعة، بالنتيجة يحوي المجتمع، يخلق فرص عمل. ترى كل الدول اللي صارت بها ثورات وتغيرات وتحولات هي عاشت نفس ظروفنا هاي، بس هنالك مفكرين برزوا في كل حزب مجموعة من المفكرين طرحوا سياسات، هاي السياسات عززت من وجودهم وخلقت من عندهم بزنس. يعني قضية أسألكوا جيد، قضية أسألكوا أسأل نوعا ما لي سلاح العشائر، هذا شلون تعامل وياه؟ تركوا عشائر بأمريكا بعد لحد الآن مسلح أكثر من هذا التسليح. والله العظيم بأمريكا هسه الآن ميليشيات موجودة أكثر من الميليشيات هاي مالتنا. ما يخالف، بس أكو قرار وأكو دولة ممكن بس يتجاوزون القانون يأخذون نفس الشيء. هي نفس الشيء. أنا اللي أقوله صح، القلق اللي أنت موجود في داخلك هو نفس القلق اللي موجود في داخلي. بس إذا نكون اثنيناتنا واقعيين راح نقدر نتجاوز كل هذا القلق بسياسات جديدة، سياسات تهدئ
وتخلق سلم أهلي قادر على أضعاف هاي التوجهات. هم أصحاب التوجهات راح يرفضوها. إذا ما قل عاد الراهن على الزمن بس. أحسنت، الراهن على الزمن والنشاط مو بس الزمن. زمن واحدة خو مو قاعدين إحنا نايمين وراهن على الزمن. الزمن والفعل. يعني هسه الآن إحنا مثلاً من أشوف باللجنة المالية مثلاً زملاء عندي سبق لهم وكانوا مثلاً جزء من الفصائل. الآن مثلاً من يقعد يتحدث بشكل واعي ومدرك للاقتصاد الوطني. جيد. يتحدث بطريقة مختلفة ربما تفاجئك أنه الناس دي يحشون بروح وطنية عالية وباقتصاد وبالسياسة وبالبراغماتية والواقعية. هذا مثل قبل 5 سنوات ما تسمع الحكي هذا أنه واحد يحشون باقتصاد سنتين مثلا ما تسمع. أقول أكو تحول بالتفكير. اليوم العراق تحدياته قليلة، ما عنده تحديات أمنية. يعني الآن اليوم المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية رجعوا راح يفتحون علاقات جديدة. الخليج كله متوجه نحو علاقات جديدة تخفف التوتر بالضبط. حتى طريقة تعاطي هاي الجماعات مع الاستثمارات الخليجية مثلا اليوم احنا بعد ما نحتاج انه نقلق مثلا من الدول العربية تتدخل بطريقة مثلا ما بالشأن العراق، ولا نقلق من إيران انه تتدخل من العراق باتجاه الدول العربية. لذلك اقول العراق الان فرصة عنده والقوة السياسية عندها فرصة، ونتفكر أن تعيد النظر بالنظام السياسي وتتوافق على قدر من المصالح وتتنازل على عن قدر من المصالح يسمح لها بالاستمرار بالبقاء والتمدد بشكل منطقي. جيد جيد. يعني إذا احتاجنا 20 سنة وما باقي غير 5 حتى نكمل مسيرة زين. ترى المجتمعات أكيد تحتاج، المجتمعات تقفز. أي أكيد تحتاج، بس يعني نشوف نكمل الضحايا والأثمار اللي دفعناها من تحديات النظام السياسي فشله. هي هاي التضحيات. من تحدياته وعدم نجاحه البطالة، الفقر، الخدمات، هاي كلها تحديات كلها احنا نعرفها، بس المجتمعات تقفز والحكومات تقفز والمجتمعات دائما تولد كل المجتمعات. يعني مثلا باع أمريكا قبل 60 سنة مو أمريكا هاي، أوروبا قبل 70 سنة مو أوروبا هاي. أطمني إذا تقول لي أكو إرادة. بالتأكيد أكو إرادة عند القوى السياسية للمضي. أكو إرادة زي. الإرادة واضحة وتتمثل بالحكومة الجديدة. الحكومة الجديدة بدأت تفكر بطريقة مختلفة، بدأت ترسم تصورات للمستقبل، عندها هواجسها لكن أيضاً عندها طموحاتها. خاف شهر عسل بين القوى السياسية والحكومة. أنا أتوقع جوز ينتهي شهر العسل هذا قريباً. يعني إحنا ما كل يوم حزب سياسي مستسلم لحزب سياسي ثاني. أي حزب سياسي اليوم يتجادل، ليش يتجادل ويا الحزب السياسي؟ الآن ما تأخذ منظومة الإطار، هي منظومة إسلامية، فخمس أحزاب 6 أحزاب إسلامية دي صارعون أيديولوجياً داخل من ينتصر. لكن حدود هذا الصراع لازم تكون حدود منضبطة حتى ما تروح للآخر. اليوم مو الإطار دي صارع قوة علمانية أو ليبرالية مقابلة حتى يوحد أيديولوجيته السياسية الإسلامية بيناتهم، فما عندهم تنافس بالمقابل. لذلك هم مطلوب من عندهم أنه يتجاوزون هذا التعدد السياسي الغير مبرر، لأنه أنت طارح نفسك إسلامي فشنو تختلف عن الإسلام الثاني اللي قبالك. فلازم يكون عندك حزب إسلامي واحد ينافس أحزاب لا إسلامية أخرى. لا، المدنيين راح يلحقون قبلهم ويتوحدون. خلنا نروح للعقل الباطن أحسن. شايف الفقرة إن شاء الله؟ شايف الفقرة هاي؟ خلي عقلك الباطن يجاوب مكانك وتعلق لنا بعد. سؤال الأول، ما هو البيان الذي كان بمثابة نقطة الشروع في إجبارك على الاعتذار عن تشكيل الحكومة ومن أصدر هذا البيان؟ أتريد أن أستجابك لو؟ خلنا نشوف عقلك الباطن شو يقول وجاوب نوره. هي نفسيتها. مثل ما تعرفون تكليفي من قبل دكتور برهم صالح صار محل جدل، لكن بالنهاية تكلفت
وبديت رحلة تشكيل الحكومة. شوية شوية بديت أحس بالصعوبات، لكن المفاجأة الغريبة واللي خارج السياق هو البيان المشترك اللي أصدر كل من محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب ونجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان. بوقتها أنا كنت بمعمعة التشكيل، وإذا بيهم يقولون بالبيان: لا مانع لدينا في حالة فشل الزرفي بتشكيل الحكومة أن تناطل مهمة لمصطفى الكاظمي. وهذا البيان كان كلش مفاجئ وصادم ومخالف للعرف والسياقات السياسية المعتمدة. وبعد البيان بلغني الجانب الأمريكي وياه ممثلة الأمم المتحدة، بلغوني ليس لدي فرصة بالنجاح بتشكيل الحكومة، ولازم أقدم اعتذار. أي سولف هسه. طبعا أنا التقيت بالأخ الحلبوسي في داره في ليلة من الليالي، دار حديث، ونقل لي وجهة نظر الأخوة في التحالف الشيعي أنه عندهم رغبة بأن ما تمرر الحكومة لهالدرجة. الشيعي حتى ما شاء الله شنو يقزوا لك رسائل عن طريق لهالدرجة وتريد تصير رئيس وزراء. وطلب من وعرض عليه أنه جماعة مستعدين يعطوك وزارتين ونائب رئيس وزراء. زين. فأنا قلت له أنا مكمل الحكومة، أجي المجلس النواب وإذا لا ينطون الثقة. زين. هم يدرون انه انا اذا اجي مجلس النواب يصوت لي مجلس النواب. ما اعتقد لا بده يصوت لك. يعني كان اكو يصوت لك. كان اكو قناعه نيابيه. كان اكو قناعه نيابيه كامله، انا حاسب الاصوات كلهم. زين. المهم سالتني حتى جاوبك. اي لا على هذا ال فطلعت من يمه انه انا ما موافق على الطرح. على الطرح. على العرض اللي نعرض. ومصر على المضي. ومصر على المضي بهذا الاتجاه. بعدين التقيت بالأخ برهم صالح سيد الرئيس وطرح نفس الموضوع أنه أنا صار عليه ضغط وتلازم تتنازل، لأنه قلت له ما أتنازل، ليش أتنازل؟ أنا كلفت بشكل رسمي وأمضي بال يعني. تفاجأت أنه بالبيان الأخوة بالتحالف السني الكردي أنه أصدروا بيان أشبه بالسحبة والمشروعية أو التأييد الوطني. أنا لحد ليلة قبلها كان يم الأخ محمد أحد الأخوة من جماعة الأخ الحلبوسي وانطاني أسماء الوزراء يعني مالتهم. زين. محمد تميم؟ لا مو محمد تميم، محمد أي. مهم. ففاجأت بالبيان اللي صدر من الجماعة من السيد جيرفان برزاني والسيد محمد حلبوسي. يعني هو ما كان أكو مبرر إلا لأنه بصراحة هذا شجعني أنه أقدم ورقة الاعتذار. ليش ما إلا مبرر؟ يعني إذا هم حاجون ياك شفويين وقاعدين لكم لا أنت أنت اضطريتهم يصدرون ليش بيان؟ يقول الخوف. شوف هي مشكلة النظام السياسي أنه يشكل مؤامرة، يفكر بطريقة المؤامرة، يخلق فت خرافة كبيرة زين ويصدق بيها ويتعامل ويا الآخرين عليها. زين. احنا ما نقدر نتعامل الزرفي، نخاف من الزرفي، الزرفي قوي، الزرفي يعني كأنه انا في اليوم انا سيرتي. يبدو تقصد سيد محمد نوري مدير مكتب الاستراتيجية. لا لا مو محمد نوري، محمد بعد 12 محمد نوري العبد ربنا. لا لا بعد يا محمد أسأل. زين. المهم هذا صورة خلقوها يعني صورة وهمية يعني مو حقيقية. انا رجال اشتغلت محافظ بالنجف، يعرفون سلوكي كل العملي أنا رجال عملي جدي بالعمل وأنجز مهام وأنجز أعمال وأنجز شغل. زين. ليش تم الإشارة بالبيان إلى السيد مصطفى الكاظم؟ شنو إيش قلت عن مصطفى الكاظم؟ لا البيان كان يتضمن أنه ما عندنا مانع أن تناطل مهمة بالسيد مصطفى الكاظم. أنا قلت لهم لا 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 بالبيان. بالبيان
ما أعرف هم كتبوا البيان، هم ما استشاروني بالبيان، لكن هذا اللي صار. بعدين صار لقاء أنا والأخوة بالقوة الشيعية، سيد عمار والأخ أبو حسن العامري والأخ نصار ربيعي والأخ العبادي، وقعدنا ببيت الأخ سيد عمار وأنا سألت سؤال، سألت الأبو حسن، قلت له أنت شنو هذا خط أحمر يعني أنت مسوي عليه، يعني أنه أنا ما أصير رئيس حكومة أو ما شكل حكومة؟ طلع صديقنا ابو مصطفى محمد الكربون اللي جاي اكيد محمد الكربون زين تحياتنا ابو مصطفى تحياتنا ابو مصطفى اي ف قلت له شنو القصه؟ قال احنا اكو ظروف، هاي الظروف هسه مريدك تصير بيها رئيس وزراء. ليش؟ زين احنا مريد قرارنا ينكسر. قلت له اسمع، انا همات لا اريد اكسر قراركم واجي غصبا عليكم، ولا أريد أساعدكم انطباعا جايبين الأمريكان وراح أفرض نفسي عليكم، هاثنين اللي ما أريد تنذلني. أنا جيت تكلفت وبموافقتك أنت وبموافقتكم كلكم، ما كان عندكم اعتراض عليه، وجبتوا لي تواقيع. جابوا لي اتهامات الجمهورية. أنا جبت تواقيع الكتل السياسية النيابية كلها. زين أنا أخو مو جاي شو اسمه؟ لا مو ضربت مبدأ أبداً، خلاص سمي مبدأ شيعي بعد 2003. لم أضرب قوة شيعية، القوة الشيعية هي التي تجتمع وتتفق على شخصية. لم أنا شخصية ما أريد أذكر اسمها. إحنا قاعدين في مكتب الأخ رئيس. قل لي إياها، خلي العقل الباطن يحكي يا مكان. لا قل لي شخصية. خوف من الباطن مالتك. زين إحنا قاعدين قال أنا خابر حشيت ويا الأخ أبو حسن. طرحت موضوع مصطفى الكاظمي، قال بيننا وبينه الدم. قلت له عدنان الزرفي. قال لا عدنان الزرفي عندنا ملاحظات بس مو بحجم مصطفى. يا فترة هاي قبل يوم التكليف. زين أنا ما أروح أقبل شيء أدري أنه الشيعة مقابلين به، لأن أنا بالنتيجة هذا المنصب سموا كلهم هذا المنصب على تكليف طبعاً، وكلهم واقفين بتكليف. والله العظيم نص العبارة قال بيننا وبينه الدم. زين أشوف بعدين طلعت أنا ما أدري أنا اللي مختار القادة الشهداء وأنا شو اسمه وأنا ما أعرف أنا شنو. اتهام خطير. أقول سأفهم اتهامات. أقول الوضع هذا اللي كان. زين. أنا يعني ما رديت أصطدم بالنظام السياسي. مو من الصحيح أصطدم الصدرين الناس يعني. بس الغرابة إنه الرسالة يعني تجي عن طريق شلون رفع الغطاء الوطني عنك، عن طريق سيد محمد الحلبوس سيد جرفان، مو نفسهم القادة الشيعة يجون يقول لك يابا يا سعد عدنان إحنا هذا قرارنا. هاي هذا الالتفاف هذا بعدين قعدت وياهم طوني هذا القرار بلغوني به. بس أنا كنت يعني أنا ما أخذ منهم الضوء الأخضر كلهم. زي. بعدين أنا ما عندي في الشيء سلبي مسجل عليه مثل ما مسجل على آخرين. زي. فأخذت الموضوع أنه ما دام النظام السياسي يفكر بهاي الطريقة، فهاي الطريقة مو مال واحد يشتغل وياهم، ما راح ينجح وياهم، يعني ما راح تنجح وياهم. بالنتيجة أنت راح تدخل صراعات، راح تدخل مشاكل مبكر. إذا هو مفكر أنه أنت راح تدخل وياه صراع، فكيف راح تشتغل وياه؟ ما راح تقدر تشتغل، ما راح تقدر تشتغل وياه. لا شلون هسه مدبرها أبو مصطفى وياهم وأنت متفائل؟ أنا متفائل لأنه الوضع الإقليمي الوضع الدولي باتجاه الاستقرار بالمنطقة. جيد. فلذلك الأخ أبو مصطفى عنده فرصة كبيرة أن ينجح، لأنه إحنا الآن في مجلس النواب هدوء كامل ودعم كامل للحكومة. إحنا في اللجنة المالية بالذات بالتحديد عندنا دعم كامل للأخ. ممتاز. عندنا شغل على البرنامج. الشيء الأهم. اللجنة المالية والموازنة بعد الحلقة. إحنا الشيء الأهم نريد الحكومة تمشي بمسارات حقيقية داعمة للمجتمع. زي. الأخ مصطفى عنده مقومات النجاح. هو رجل عنده خبرة، عنده وطنية، عنده شجاعة، عنده مقومات أن ينجح. النظام السياسي الآن ما عنده خيار إلا أن ينجح رئيس الوزراء. يعني أن يستثمر هذا. أن يستثمر هذا النجاح. الهدوء الموجود بالمنطقة. ويستثمر نجاح رئيس الوزراء باشر عنده انتخابات يحكي للمجتمع لازم يكون أكو نجاحات. جيد. خل نكمل تقريبا نفس السياق من خلال هذا السؤال. منو كان أشد المعارضين لتوليك منصب رئيس مجلس الوزراء لكنه اعترف لاحقا لك بندمه؟ الأخ أبو حسن. شنو اليوم تحتاج عقل باطن؟ والله احكينا التفاصيل عقل باطن. الأخ أبو حسن الحاج هذا العامري. اي خل اسمعها من العقل رجل باطن. للأمانة يعني للأمانة. خل اسمعها منه وبعدين شوي بيها تفصيلة غير. زين. مثل ما سمعت أبو قسور. اي الحاج هادي العامري طبعاً
اللي كان السبب الرئيس بعدم إكمالي لمسيرة تشكيل الحكومة، لكن بعدين اعترف لي شخصيا والأكثر من مرة بأنه نادم على هذا الموقف اللي تسبب لاحقا بمجيء الكاظم للحكم حسب تعبير الحج أبو حسن. يعني أنا عدة مرات خاصة بالموازنة مع الـ 21 يعني كنا بعد نكمل شغل نلتقي بالأخ أبو حسن، تبار هو مكلف من القوى الشيعية بمتابعة عمل الموازنة ونتحدث بشكل صريح وياه، هو مخونه يعني مو غريب علينا، يعني هو رجل أكثر من مرة من يشوف نشاطي في مجلس النواب ونشاطي في اللجنة المالية ونشاطي في الموازنة، وكل الأخوة اللي حاضرين يعني دائما هم يتحارشون أبو حسن، يقولوا إحنا لو مخلينا أبو جعفر ما حصل لنا. فالرجل يعني كان يعبر عن هذا الواقع أنه هنالك خطأ صار بالتقييم، وهذا اللي صار يعني إحنا خلنا نحمل الآخرين. هاي قد تكون أو يفهمها المشاهد حكاية مجاملة، لا، ومستخدم عبارات محددة تعبر فعلا عن ندمه. حقيقة هو رجل يعني نادم، أنا أقول لك لا يعني استخدم يعني عباراتك، عبارات محددة. العبارات هي قضايا أقول لك مجالس في الأمانة. لا عبارات محددة تيجي العبارة تحديدا. زين أبو حسن رجل فاضل ومحترم. أنا ما رتعت شيء بالعقل الباطن لأن قلت على سؤالتك. لا عبارة محددة. هو شيء زين أنه الإنسان يعني من يمارس يعني من يصير عنده قرار وهذا القرار غير مجدي غير نافع، مهم إنه يقول هذا القرار غير نافع غير مجدي، والرجل كان يرى أن هذا القرار اللي صار غير مجدي غير نافع، يعني كان نتيجة ظروف أحاطت بالنظام السياسي خلقت قلق من النظام السياسي، وأنا أدي تفاصيل كثيرة عن الناس اللي دخلت وبدت تحرض وراحت لبنان ورجعت من لبنان وراحت سرا إلى إيران ورجعت من إيران، هذا الجو اللي انخلق جو كان ذات أهداف تآمرية، مو تآمرية عليه، لا تآمر على النظام السياسي، وبين لاحقا تآمرية هذا التوجه. زين تقصد من هنا؟ واضح هو بعد؟ لا مو واضح، واضح أنا وأنت جزء واضح. يعني 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 الكاظمي قاد انقلابا على النظام السياسي وكان هو سبب خلق هاي القناعات. طبعاً هو خلق هاي كلها. افتر راح لبنان التقى بحزب الله وراح لإيران سرا وراح والتقى بقادة وبدأ يسرب معلومات، أخاف القوة السياسية من توجهاتي، في حين أن توجهاتي مكشوفة، أنا ما عندي شيء سر عامة، أنا أحكي بشكل علني بكل وسائل الإعلام وما أخفي في الشيء، لكن هذا النشاط المشكلة هاي. يعني أنت من تقول الآن أصحاب القرار والفاعلين يتأثرون بحكاية منا وحكاية منا ويغيرون إيش قرارات مصرية، رجل في صحيفة مغمورة لا حد يعرفه لا حد يدري بيه لا حد يشوفه، يجيبوه يخلوه رئيس جهاز مخابرات، شنو معناته؟ لا طريقة تأثرهم هذا يعني أنا شلون قائد شلون زعيم رئيس وزراء شلون مسؤول عن أمه وحكاية تجيبني وحكاية توديني والله رئيس وزراء أنا زور فلان فلان قال لي أقول لك رئيس وزراء هسه لو سوداني يروح يجيب واحد ما معروف ويشتغل بصحيفة كل تاريخ ما عنده حتى شهادة ما عنده يخلي رئيس جهاز مخابرات يعني تقبلها أنت اليوم؟ لا أنا سألت السيد حيدر العبادي كان قاعد بمكانك يمكن أول حلقة بهذا الموسم ما أعطاني جواب شافي. أقول كله تبرير. اليوم إحنا بالدولة حتى نجيب ضابط نخليه في مكان ما لازم ندرسه ونجيب السي في مالته سيرة ذاتية مع خط الخدمة مالته كل هاي نتابعها، ما يصير تجيب لك رئيس جهاز مخابرات تخليه ما عنده ولا يوم مشتغل بحياته بالمخابرات ولا يعرف جهاز المخابرات شنو هو، بعدين نفسه تجيبت على هذا وهنا وش اسمه جيبت تخليه رئيس سلطة. إذا السبب الرئيسي قوة سياسية اللي اعتدارك وإجبارك على الاعتدار عن تشكيل الحكومة هو مصطفى الكاظمي. بعد أقول كان أكو عنده نشاط، وهذا نشاط أنا كشفته بنص التكليف مالتي، نشاط دؤوب بين القوى السياسية حتى يخرب عملية التكليف. أنا مو ما منتبه لهذا، كلش منتبه له كلش زين. حكيت وياهم ما قلت القوى السياسية ما يفيد، القوى السياسية هو قاعد في واشنطن يحكي عليهم ما يصدقون بي يحكي عليهم هسه أنا خاوي شو اسمه يعني قاعد بالبيت الأبيض يحكي عليهم وما يصدقون يحكي عليهم.
يصدقون. قاعد بلندن يحكي عليهم الى ان طلع هذا التويت مالته قال اني ارقصوا على على ثعابين ما ادري شنو ارقص مع الثعابين ارقصوا مع الثعابين يلا انتبهوا انه شنو يرقص مع الثعابين هذا. اقول هو نظام سياسي يعني انا من فكرت انه انسحب فكرت انه واحد ليش يروح الصادم يعني يصادم اكو غير جدوى احنا كدوله حتى من اللي عندنا الصادم غير عندنا جدوى بالتصادم مالتنا عندنا اهداف مو بلا اهداف انا رايح متبرع واروح اصادم ويا النظام السياسي ويا القوى المسلحه ويا مدري منه لا زين يعني شنو يعني القوى الشيعيه بذاك الوقت تجاوزت قضيه انه يعني كنا نسمع خطابات علنيه من قاده القوى السياسيه الشيعيه ذاك الوقت من كل لفت انه التكليف خارج العرف المعروف اقول هذا عذر هذا عذر وهواي لامه ودكتور برهام عمليه الاختناق عمليه الاختناق يا بدازيلك رساله يا ابو هذا سعد العيداني مرشحنا تشوف الرساله وبعدين تكلف اكو اختناق صار الاختناق اجبر النظام السياسي بقبول بمرشح انا ما اجيت لا فرضت نفسي ولا دبيت نفسي ولا رحت الواحد ولا سالت واحد الاخوه في مجلس النواب كان يرون انه انا الان الاقدر على اداره السلطه في هذه الظروف كل النواب من كل القوى السياسيه من اقلك من كلهم يعني ولا استثني حزب من الاحزاب السنيه الشيعيه الكرديه كلهم فلذلك احنا من رحنا من دز علينا الاخ برهام وكان الاخ الحلبوسي موجود انا تدري الانطباع اللي كان عن جنابك شنو عند القوى السياسيه الشيعيه تحديدا رجل قوي ما نقدر نلزمه اي ما نقدر نلزمه وصاحب قرار وراح اقول اكو نظام سياسي يفكر بهالطريقه انت تجيب لك واحد حتى تسيطر عليه لو تجيب لك واحد يقوي الدوله يقوي النظام انت نظام سياسي ديتهاوى نقول النظام هم يضعفون لا اقول انت وجودك بيمن وجودك بنظام قوي لو وجودك بنظام ضعيف نظام ضعيف ينقض عليك النظام نفسه تطلع لك تظاهره شعبيه كبيره سقط النظام يطلع لك واحد عسكري يسوي انقلاب عليك انت اليوم عندك نظام سياسي قوي ديمقراطي شخص يؤمن بالديمقراطيه وشخص يؤمن بالتداول السلمي للسلطه وشخص يؤمن بالاقتصاد والاعمار هذا مو شخص انت تخاف من عنده انت خاف من شخص متآمر عقله ملوث فالعقل الملوث هو اللي يخوف ما اعتقد انه يعني ان شاء الله سمان واحد ما يكون متشائم لا بس سب كل مديحك للسيد رئيس الوزراء الحالي السيد محمد شيع السوداني اعتقد اذا بس مجرد يصدم مع مصالحهم يصدم مع توجهاتهم السياسيه ايضا راح يعاني نفس المعاناه وما راح يقدر يشتغل وياهم كل اقطاب النظام السياسي احنا كل مكونات احنا حجم الخلاف اللي يصير او راح يصير هو ماكو الان ماكو خلاف الان اكو خلاف بس حجمه محدود يقدر يعالجه ويقدر يجتاز يروح يشتغل بالمساحات اللي ما بيها خلافات الأخ مصر على النجاح الأخ السوداني وطريق قدامه واضح والمشاكل أيضاً والتحديات قدامه واضحة محاط بظروف وفرص للنجاح محدودة يعني خلينا نقول أدى 30% 40% من فرص النجاح خلينا نستغل ال 30% ل 40 ونسوي 50 و 60 ونسويها 50 ونبدي نصعد بها احنا هم نريد نرسم صوره كلش ورديه وحلوه وهاي وراح يصير العراق ماك احسن عنده لا التحديات كبيره امامه اي اكو 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 عامل مهم وانت قريب وعندك صاحب خبره به يعني غياب السيد الصدر وتياره غيابه من مجلس النواب وغيابه حتى من التاثير بالقرار السياسي وغيابه من الشارع وهذا الغياب اذا انتهى هذا راح يخلق ارباك يجوز اداء الجماعه بالاطار راح يختلف انا اقول اعتقد يعني موقف السيد الصدر يعني موقف حكيم الان هو انسحب ودي يراقب النظام السياسي يراقب مخرجات انسحابه هو اذا كان هذه المخرجات نافعه ودافعه للوطن ودافعه للمجتمع اعتقد السيد الصدر راح يشكرهم عليها زين وإذا شاف أنه النظام السياسي ما جاي ينهض بنفسه وجاي يبتكر خلافات داخلية ويبتكر أنشطة سلبية فأكيد ما راح يسكت عليهم راح يتحرك أنا أقول اليوم إحنا عندنا فرصة أولا تنافس للإطار داخل السلطة ما موجود هو الإطار الآن وحده بالسلطة عنده رئيس وزراء نشط وحيوي وشاب وعنده رؤية يندعم رئيس الوزراء تتحقق أهداف سيد الصدر وكل القوى السياسية والدينية راح تأيد أي نجاح تقوم به الحكومة وأعتقد النجاح الأمني والنجاح الاقتصادي
وتمتين اللحمة المجتمعية هاي أهداف مقدسة عند النظام السياسي لازم يسعى لها، وإذا سعى لها ونجح بها الأخ السوداني وإن شاء الله ينجح بها أعتقد راح تبني للمرحلة القادمة رؤية جديدة لعراق جديد. جيد، نروح للسؤال الثالث والأخير بهذه الفقرة ونقول ما هي الإجراءات والقضايا التي تشعر بالندم على اتخاذها خلال فترة شغلك لمنصب محافظ النجف الأشرف؟ والله إن هواي يا أستاذ أحمد، بس اللي أتذكره منهن مشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية اللي انصرفت عليه مئات الملايين من الدولارات وما نجاح ذاك النجاح الملحوظ، وطبعا ما ينجح إذا مجرد قصر الثقافة كلفنا عشرات المليارات. وأمر آخر ندمت عليه أيضا هو اختياري وتعييني لرئيس هيئة استثمار النجف اللي بسبب أدائه فشل الاستثمار بالمحافظة وانهزمت هواية رؤوس أموال ورجال أعمال إلى خارج النجف والعراق، ومنحت إجازات استثمار خارج الضوابط. ذني كلش ندمان عليهن، كافيات لو أحكي لك بعد. لا والله كافيات ذني، واليوم هم أبو جعفر يحكي بصراحة. والله ولا متندم أبدا لا على مشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية ولا على تعيين الأخ دكتور ضرغام على هيئة الاستثمار. احنا صدرنا إجازات استثمارية 236 إجازة استثمار. احنا أكثر محافظة بنينا وحدات سكنية بكل العراق، أكثر هيئة استثمار تعاطت بشكل إيجابي مع المستثمرين. طيلة الفترة اللي أنا موجود بها تحولت الصحراء. ليش هذا اللغط والاتهامات؟ ما دام أكون تنافس سياسي فكلش طبيعي نورمال يعني. واحد ليش يزعل من وجهة نظر الآخرين؟ احنا ما نزعل من وجهة نظر الآخرين. لكن أنا أؤكد احنا استطعنا نحول صحراء قاتلة لا ماء فيها ولا حتى شجرة بها، حولناها إلى مجمعات سكنية فكت أزمة الاختناق داخل محافظة النجف الأشرف، وبنينا أول مجمع سكني اللي هي قرية الغدير 1 واللي انباعت يمكن بأقل من يومين. بيومين انباعت كليتها، 500 دونم انطيناها شركة البعد الرابع وبنتها خلال سنتين. بنى مشروع بواقع 3500 وحدة سكنية بسنتين احنا بانيين. يعني شنو هذا؟ يعني هذا شغل مزين؟ يعني شنو الشغل الزين مثلا اللي لازم نسويه؟ بالمقابل اكو قصص على فشل مشاريع، قصص قول انت اليوم عايش بالعراق. لا قصص عدم منح اجازات لمستثمرين محددين. ابدا ما عندنا هيك توجه. احنا اي مستثمر كان يجي احنا عندنا اربع سيارات جيب مخليهن خاصه للعلاقات العامه، مستثمر نجيبه من المطار نوديه للفندق نقوم بكل الخدمة له ونسهله. شيخ محمود الباز اجا راد يستثمر معمل اسمنت بالصحراء بالنجف ورا الخط الاستراتيجي يمكن 25 كيلو، قمنا له بكل الخدمات وبكل الواجب. أتحدى واحد يقول اجا ابتز مهندس بالمحافظة، وهذاك معمل اسمنت الآن يشتغل وأحد أوجه النشاط الاقتصادي داخل المحافظة. من يبتزه؟ مشاريع زراعية، مشاريع صناعية، مشاريع سكن، مشاريع كلها. بس هو التنافس السياسي شو يقولون مثلا؟ يقول احنا نجحنا مثلا في إدارة الاستثمار؟ ما حد يقول نجحنا في إدارة الاستثمار. مشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية ناس اشتغلت على المشروع، بصراحة أنا ما كنت مفكر بالمشروع أن يدخل في إطار التنافس الديني، أبدا ما كنت مفكر به. أكو ناس قاعدوا فبركوا الموضوع على أنه عدنان الزرفي الرجل العلماني اللي مزين لحيته يريد ينافس المؤسسة الدينية بالنجف على مشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية. أنا أصلا ما كان ببالي هذا الموضوع. زين أنا كنت أروح للسادة المراجع أنطيهم البرنامج كامل للنجف عاصمة للثقافة الإسلامية وأوضح لهم وجهة نظري. طلعنا إحنا نريد نجيب فيروز ونريد نجيب مدري منه ونريد نخرب النجف ونجيب راقصات ونجيب مدري شنو ونجيب مدري شنو. شوهوا الفكرة من أن نبرز الدور الثقافي لمدينة النجف تاريخيا وحاضرا. لذلك بدينا مجموعة من المشاريع تأهيل معظم المحافظة تتحدث عن قصر الثقافة.
أنا راح أقول لك إياه الآن. مبلغ هائل. ما يخالف. هسه مبلغ هائل. هائل. ما يخالف. هائل هائل. شو تسويها؟ سوي هائل. بس أنا أسأل أقول لك إياه وأنا قاعد هنا ويسمعوني كل الشعب العراقي. خلي الحكومة تروح تطلع شركات أجنبية وتقيم المشروع. وأنا مستعد للخسارة. مستعد للسجن همات. إذا طلع المشروع زايد بالكلف مالته بدينار واحد. أنا مستعد أروح للسجن. زين. خلي يروحون يجيبون أي شركات تقييم محلية. هذا تحدي. تحدي أتحدى. تحدي. أتحدى وبكل ثقة. زين. أتحدى وبكل ثقة. خلي تطلع لجان وتطلع شركات أجنبية وشركات محلية استشارية. إذا قيموا هذا القصر بالكلفة اللي سويتها أنا بيه أنا مستعد للسجن أروح إذا بالكلفة. خلي يروحون يشوفون السيستم مالته النظام اللي بنينا بيه. حسبنا العواصف 140 سرعة الرياح. حسبنا الزلازل والهزات الأرضية بدرجات عالية 8. حسبنا كل الاحتمالات اللي تأثر على المشروع استراتيجيا. يا شركة نفذته هذا؟ شركة تركية. روتام التركية. زين. روح شوف المرمر اللي استخدمناه، روح شوف الالكترون اللي جبناه، روح شوف الكهرباء اللي جبناها. اتحدى اذا اكو منشأ. هو 85 مليار مو كان 76 مليون دولار انحال. 76 مليون دولار. زين. من كان الدولار قد الدينار. زين. الرجل كان متفاني، شركه كانت متفانيه وكانت مصره على ان تنجح والله العظيم انا جبت مصممين شركات ما صممونا بنفس الكلفه هاي. انا المشروع الايطاليين قدموا لي مقترح ب 230 مليون دولار. من اعلنا المشروع قدموا الشركه التركيه، قدموا ثلاث شركات تركيه وياه واحد ب 140 مليون. حسد عيش لعد هذا شو يسمى؟ لا اقول لا لا مو اكو لغط كثير حول مشاريع الاستثمار وحول حبيبي استاذ احمد. احنا اليوم بنينا البلد، انا قصر الثقافه سجلته باسمي. انا هسه محافظ. الان من اللي يسوون مؤتمر وين يسوون المؤتمر؟ عتم قاعة يسوون بها. احنا سوينا تصميم من المطار لحد قصر الثقافة، مدينة معارض، فندق، قصر ثقافة. انا ردت انقل النشاط الاقتصادي والثقافي في عموم العراق للنجف. انت فهمت غلط. فمو فهمت خطأ. هم يريدون لهم فد شيء يعني يسولفون به ما عرفوا شيء يسولفون به. انا سادة قضاة راحوا شافوا المشروع. الاخ هوشيار زيباري والله العظيم جاني للنجف. قال لي هذا شنو هذا بانيته بسنه؟ قلت له هذا كله شغل سنه. قال لي تحصدك انت سنه هذا كله بسنه؟ قلت له والله كله بسنه. ثلاث شفتات تشتغل الشركه. احنا رمضان اتذكر انا سحوري يكون بالموقع، موقع العمل. انبنى صرح للدوله، للمجتمع، مو لعدنان الزرفي. مع ذلك هسه مرور من 2010 لحد الان احنا 2023 طلع لي شركه خلت تقيم هذا المشروع واذا طلعت التكلفه مالها تكلفه لا هذا التعهد كافي هذا التعهد كافي هذا اني ندعونا على شركه استشاريه وتروح تشيك خلي يجيبون اي شركه يروح اشوفها قبل التحدي سعدنا خلي نروح عندنا ماده مهمه جدا بس نسمع تقريرها ماده تاريخيه وعندنا شغل على الموازنه بعد تكليف وفشل اعتذار عن تكليف قبول مشروط ثم فشل هذه هي العناوين العريضة لظاهرة رافقت تشكيل الحكومات بالعهد الملكي نعم صارت مرات عديدة واعتذر ساسة عن التكليف لأسباب سياسية وهذا ما صار بعهد الجمهوريات إلا ما ندر ليش كانوا يعتذرون أو يفشلون بالتشكيل وينسحبون ومنهم اشترط شروط معينة للقبول وهل أن توازنات القوى بين رغبة البلاط أو الإنجليز لعب الدور كل هذا صار وخلي نبدي بياسين باشا الهاشمي اللي هو أول من اعتذر عن تشكيل الحكومة بحزيران عام 1925 والسبب كان سياسي بامتياز لأنه لما شكل وزارته الأولى بآب 1924 كان أهم ما في برنامجه هو الإسراع بنشر القانون الأساسي يعني الدستور ووضع قانون الانتخاب وهذا اللي نجح به هنا الهاشمي ضع
ذو النفس المعارض للإنجليز راد أن تكون أكثرية النواب بالمجلس من الموالين لحكومته حتى يقدر يطبق منهاج المفصل، في حين الملك فيصل راد الأكثرية تكون لصالح جعفر العسكري ونور السعيد كونهم مقربين من الإنجليز. هنا استقال الهاشمي حتى يحلون هذا التضارب بالإرادات، وبعد الاستقالة كان المفروض يكلف هو نفسه بتشكيل الوزارة الجديدة مع إدخال وزراء تابعين إليه، وهم كل من صبيح نشأت وناجي السويدي ورشيد الخوجة. ولما الهاشمي فشل بإقناع هؤلاء الثلاثة اعتذر عن التكليف، وتم تكليف عبد المحسن السعدون بتشكيل الحكومة. لكن السعدون أيضا انتكس خلال هاي الفترة بعد ما خذل مجلس النواب ورفض ينتخب مرشحة لرئاسة المجلس حكمة سليمان، وانتخبوا خصم اللدود رشيد عالي القيلاني. لهذا استقال هالمرة واشترط على الملك فيصل حل مجلس النواب حتى يشكل الحكومة مرة ثانية، لكن الملك رفض الشرط. بعام 1935 كرر ياسين الهاشمي اعتذار عن قبول التكليف بعد استقالة علي جودة الأيوبي، وكان سبب اعتذار الهاشمي أن الجهات العليا كانت ترغب بإشراك كل من جميل المدفعي وعلي جودة الأيوبي بالحكومة مقابل استبعاد رشيد عالي منها، وهذا تعارض مع رغبة رؤساء القبائل المصرين على استبعاد الأيوبي والمدفعي وإشراك القيلاني. دختمو بعد هوايك اعتذارات. بعام 1940 مثلا اغتيل وزير المالية رستم حيدر، فصارت أزمة كبيرة استقال على أثرها نور السعيد من رئاسة الوزراء بعد ما اتهم بالتستر على القاتل وعلى كون أنه الجريمة سياسية. بالتالي استقر الرأي على أن يكلف رجل محايد بتشكيل حكومة جديدة ويختار وزراء مهنيين وتجري التحقيقات بمقتل رستم حيدر. نا لمعت شخصية محمد الصدر رئيس مجلس الأعيان، لكن صارت عليه اعتراضات فاتجهت الأنظار لرئيس الديوان الملكي رشيد عالي القيلاني. رشيد اعتذر هنا لسببين، أخلاقي وسياسي. الأخلاقي لأنه يخشى أن يفهم وجوده بالبلاط على أنه جسر للوصول إلى رئاسة الوزارة، والسبب السياسي لكون الحالة اللي نشأت عن مقتل رستم حيدر خلت أواصر المملكة بحالة شاذة وجرأت الضباط على التدخل بالسياسة. لهذا ارتأى البلاط إعادة تكليف نور السعيد، لكن بعد شهر تقريبا تم إعادة تكليف رشيد عالي القيلاني. أما بالعهد الجمهوري فأبرز حالة صارت هي تآمر الضباط القوميين على انتخاب عبد الرحمن البزاز لرئاسة الجمهورية، واللي حصل على 14 صوت مقابل 13 صوت حصل عليها عبد الرحمن عارف بانتخابات مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني. وكانت الذريعة عدم حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات. ثاني يوم انعقدت جولة أخرى للحسم، لكن البزاز قبلها تهدد بسحب ترشيحه وإلا يسوون انقلاب عسكري، وكان قائد الحملة هو سعيد صليبي وابراهيم الداود وخليل الزوبعي، وبالنتيجة انسحب عبد الرحمن البزاز المدني أمام سطوة العسكر. بعهد صدام ما صارت واعتذر شخص من تكليف، لأنه القاعدة اللي كانت سائدة نفذ ولا تناقش. أما مرحلة ما بعد 2003 فأشهر تكليف ثم الاعتذار عنه هو اللي صار بعد استقالة عادل عبد المهدي، والمعتذرين هما محمد توفيق علاوي ووراها عدنان الزرفي. تكليف بعد اختيار ثم فشل يتبعه اعتذار. تاريخ شو الشخصيات هذا؟ هذا البلد جد عظيم، مش قد بيه شخصيات، شايف المواقف. أنت بالتأكيد أنت من تروح بالاتجاهات الديمقراطية،
هي طبيعية نورمال. شو نسوي للعسكر هسه؟ الجماعة اللي يحبون الزعيم قاسم هسه يزعلون. اجى العسكر وفلش لنا ذيك التجربة. منا عسكر ومنا فصائل ومنا مبتلين. الله بالينا. حكينا وايد بقضية اعتذارك عن تشكيل الحكومة وعندنا تقرير مهم عن الموازنة وحكي مهم عن الموازنة. خلينا نروح على تقرير الموازنة شباب. عجل ولا تؤجل عبارة تختصر الجدل حول الموازنة اللي ربما يتم التصويت عليها بالشهر القادم. مع هذا النقاش جاد واللجنة المالية شادة حزام وجلساتها الرسمية بدت وراح تستمر من أجل الخروج بقناعة وتقرير مشترك يتقدم المجلس النواب لغرض القراءة الثانية. الكتل جادة وتعتقد أنه تمرير الموازنة ضروري مع الأخذ بالملاحظات، ومنها وجود اعتراض على مبالغ تنمية الأقاليم المخصصة ل 15 محافظة واللي تعتبر قليلة. أما الاعتراض على الحصص بالموازنة فهذا ممكن حل من خلال الحوار هذا المتداول من متفائلي أعضاء مجلس النواب. أما المتشائمين فيحجون عن اعتراض الكتل السنية على تخصيصات محافظاتهم فضلاً عن مطالب المحافظات المنتجة للنفط برفع مستحقاتها. وأكو تأثير لبعض المستجدات مثل قرار الحكومة المفاجئ بتخفيض 211 ألف برميل يومياً من صادرات النفط ضمن قرارات طوعية اتخذتها 6 دول بأوبك بلاس، وهذا راح يكلف العراق خسارة يومية بنحو 25 مليون دولار وراح ترهق الموازنة بعجز إضافي عما موجود أصلاً بيها. أما حجم الموازنة الهائل فالمعترضين جاي يكررون نفس المخاوف، وأهمها تضخم جيش الموظفين واعتماد سعر نفط مرتفع نوعاً ما وهو 70 دولار. لذلك مقابل اللي يقولون عجل ولا تؤجل أكو من يردد العجلة من الشيطان، وكل فريق بما لديهم من أدلة فرحون. اي وين وصلت بالموازنة؟ حقيقة احنا مثل ما تعرف جنابك قرأنا الموازنة بالمجلس قراءة اولى وعقدنا عدة اجتماعات في اللجنة المالية لمناقشة فصول وبنود الموازنة. كم اجتماع حققت من القراءة الاولى لحد الان؟ لحد الان تقريبا 6 اجتماعات. 6 اجتماعات غير المداولات الصباحية. يعني احنا يعني كل يوم الصبح نكون موجودين في اللجنة المالية نتداول بشكل فردي مع او جماعي مع الاخ رئيس اللجنة حول الوجهة الاقتصادية للموازنة، وهي نقاشات مفتوحة داخل اللجنة المالية. يعني احنا اليوم الصبح تقريبا لحد الساعة 3 العصر احنا مجموعة من النواب مع الاخ رئيس اللجنة نوضح الاوجه الاقتصادية للموازنة الحالية. اللجنة المالية مجدة جدا في الإسراع في رسم ملامح الموازنة وتوجيهها باتجاهات ذات نفع أكبر بعد للحكومة، أيضا مصرين على المضي بقراءة ثانية إذا عقد مجلس النواب جلساته يوم السبت أو أي يوم آخر. القراءة الثانية يعني جاهزة، القراءة الثانية تكون الأسبوع القادم، يعني يفترض إذا عقد المجلس جلسته قبل العيد أن نكون مخلصين القراءة الثانية ومجهزين التقرير أيضا. زين ليش بعض النواب يقول لك إحنا محتاجين شهر ونص؟ يعني قبل إيش قصر القراءة الأولى؟ يعني إحنا ما نحتاج شهر ونص، الموازنة مو ضخمة يعني محدودة، إحنا قرأناها بسرعة يعني ووضعنا الحلول لبعض التحديات اللي موجودة بالموازنة. مثلا يعني خلنا نقول هذا التخفيض الإنتاج هذا شلون راح يزيد العجز؟ هذا سويته له السعر الكلش يعني نوعا ما متفائل ثبتوا على 70. شوف لو ما يصير هذا التخفيض لكان سعر البرميل النفط ينزل لل 50، بالنتيجة احنا راح نخسر مو 25 راح نخسر 75 مليون باليوم الواحد، فالخسارة جت محدودة.
مع تخفيض ما يضمن بقاء سعر النفط مع ثبات سعر مع ثبات سعر البرميل على 85 او 84 لفترة اطول راح يقوي الخزينة يعني الإيرادات النفطية تبقى متدفقة إلى الخزينة بشكل منتظم. هذا من العوامل الإيجابية اللي مو عوامل سلبية على الموازنة وإنما عوامل إيجابية أنه نسبة العجز ما راح تصعد تتضخم يعني راح يبقى العجز ما تقدر تضمن حتى لو يعني أوبك بلس خفض الإنتاج بنسبة معينة ما تقدر تضمن بقاء هو الموازنة تخبينية يعني إحنا اليوم حطت الحكومة 199 احنا راح نعترض على 199 راح ننزلها راح ننزلها تخمينيا احنا ما عندنا اشياء مكمومة طبعا يمكن باشر اذا نزل سعر النفط 40 وش يسوي قد راح تنزلوها 199 تريليون قد راح يعني ما مقررين احنا ايش قد تنزل بس دا نقرا بالزيادات اللي حدثت على الموازنة 21 يعني تعويضات الموظفين ايش قد قفزت السلعية والخدمية ايش قد قفزت تخصيصات الوزارات ايش قد قفزت فهذا كل الاستثمارية إيش قد قفزت جدول الاستثمارية وين جد راح تتركز قطاع الخاص وين راح يستفيد من العملية هاي كليتها تضخم الدولة راح يضيق المنافذ على القطاع التخفيض وين راح يروح على الاستثمارية أو على التشغيلية استثمارية تشغيلية كله سلعية خدمية كل راح يسوي تخفيض طبعا تشيلون 20-30 تريليون أكثر يفترض يعني يفترض نعم صير 160 تقريبا 160-170 كلش كافي كلش كافي زين قضايا أخرى تخص حس الناس والله ما أعرف هسه كل مصيرها مرتبط بالموازنة اليوم مثلا مستشار رئيس الوزراء يقول تأخير الموازنة راح هواية يأثر على شغل الحكومة ماكو قرار بتأخير الموازنة هو هذا الجو الطبيعي احنا الإجراءات الطبيعية جاي نمشي بيها زين. يعني ما عدنا اعتراض على الموازنة اللي جت من الحكومة انه عدنا وجهة نظر اتجاه الموازنة وجهة النظر مالتنا اذا توافقت عليها اللجنة المالية راح تكون وجهة نظر موحدة تقوي دعم الموازنة راح تضاف فقرات أكو تواصل ويا رئيس الحكومة ويا نعم ويا وزيرة المالية على اعتبار أنه هاي أمور خاب تجينا أنه هاي جنبة مالية وراح أطعناني إذا لجنة المالية استضافت السيد معالي وزير المالية وتناقشت معاها وأيضا عندنا لقاء مرتقب مع السيد رئيس الوزراء أيضا راح نستمع من وجهة نظرها بالموازنة وأيضا راح نستدعي كل الوزراء المهمين اللي لهم تأثير على الموازنة يعني احنا اليوم قررنا أن نستضيف الأخ رئيس هيئة الوطنية للاستثمار لأنه الاستثمار غائب في الموازنة نريد نشوف الدولة شنو وجهة نظرها بالاستثمار وين تريد تروح بالاستثمار شنو القطاعات اللي راح تستهدفها شنو الحاجة إلها بالموازنة يعني إحنا شنو نسوي القطاع الاستثمار بالموازنة يعني مثلا نحتاج بعض الطرق إلى مناطق قد نبني بها مجمعات سكنية نحتاج بعض الخدمات مثل الكهرباء نوصلها إلى مناطق يصير بها تنمية صناعية نحتاج إلى مناطق تصير بها تنمية زراعية أنا الليلة هاي قبل ما أجي جنابك كنت ملتقي ويا أحد مستشاري سيد رئيس الوزراء أيضا جاي نناقش موضوع الصناديق المقترحة اللي قدمها سيد رئيس الوزراء اللي نفهم بالضبط التوجهات التي تقصد الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال لا 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 صندوق التنمية تنمية ها زين زين صناديق التنمية اللي راح تصير شنو راح تستهدف بالضبط شنو القطاعات اللي راح تستهدفها ايش راح تخلق من تنميه داخل ايضا بدنا نناقش الضرائب وكيفيه اعطاء فسحه كبيره للحكومه اللي يهم الناس يمكن هسه انه خلينا نقول سلم الرواتب الجديد اللي يمكن راح يقر قريبا بمجلس الوزراء وهذا بزياده بالرواتب هذا ما له علاقه بالموازنه لا مو انت لازم تعرف لا شو ما له علاقه يعني هذا راح يصير صرف حكومي اقول هذا شغل الحكومه هي اذا شافت عتها امكانيات ماليه وفره ماليه لدعم سلم الراتب هاي الحكومه تقرره مو مجلس النواب قصدي لازم تخيله سقف الحكومه غير تخيله سقف بالقانون يعني قصد انا جاي احكي على الموازنه زين الموازنه تختلف عن سلم الرواتب موازنه يمنا يا مجلس النواب بس سلم الراتب يا مجلس الوزراء فهناك مجلس الوزراء هو يحدد السقوف الماليه اللي عنده حتى ضمن سقف محدد بالموازنه هو يقررها لا مو بالموازنه صرف عام ده اقصد لم يرد اي شيء بخصوص سلم الرواتب في الموازنه اللي موجوده في مجلس النواب أفهمك. لان الموضوع باقي مجلس الوزراء اذا حسم مجلس الوزراء يمكن لاحقا بعد الموازنه اذا زلنا طلب بابداء الراي لاحقا الحكومه مو راح تبوب زياده الرواتب هاي وراح تبوبها ضمن نفقات نعم ولازم هاي النفقات موجوده بالموازنه قصدي هذا السقف انا يعني ما اعرف شلون راح تخفض لم يطرح بالموازنه هذا
ما يطرح، ما يطرح. اي قصدي ما طرح يعني زياده النفقات هاي غير موجوده بالموازنه اللي تتعلق بسلم الرواتب. لاحقا ربما مجلس الوزراء يحولها الى فد شيء من القانون، او اذا طلب وجهه نظر قانونيه من مجلس النواب، مجلس النواب يبدو وجهه نظر القانونيه. بس كتخصيص مالي صلاحيه قضيه الدرجات الوظيفيه اللي بالموازنه شو قاعد تتوقع عددها، وهل هي تتعلق بس حذف واستحداث لو لا راح تكون 729 ألف درجة وظيفية استحدثت للدرجات التي الأوائل الشهادات العليا المعلمين والمدرسين وقسم من الأطباء البيطريين وقسم من يعني اللي شملوا بالتعيينات الأخيرة 729 ألف درجة وظيفية لكل الوزارات والمحافظات تقريبا 3/4 مليون طبعا. أيه. يعني بحيث زادت تعويضات الموظفين من بال21 22 كان عندنا 41 تريليون تعويضات موظفين، بال23 صارت 64 تريليون تعويضات الموظفين. يعني ارتفعت ارتفاع كبير جدا وارتفاع مخيف جدا. 64 تريليون تعويضات الموظفين رواتب يعني شيء فقط. يعني شيء 50 حدود 50 مليار دولار 50 مليار دولار. هذا شو اسمه، لذلك احنا باللجنه الماليه احكي والله العظيم ما ادري، العالم تزعل، الموظفين يزعلون، هي دوله هاي يعني ايش اسمها، دوله من 40 مليون تدفع 50 مليار دولار رواتب يعني ما متوقفه، يعني سلام متوقفه ما يخالف، هاي جت 3/4 مليون العمليه. احنا الان لا انا اقصد انه هذا الشعب، هاي الرعية مسؤولية قادة، قادة هم الأب ودول الرعية. يقول هذا نتاج النظام السياسي، هو النظام السياسي ده شجعهم. أنت جاي تحطمه، هذا جاي تحطم مستقبله، تحطم مستقبل ابنه، تحطم هالبلد هذا بيدك مالية وثروة ودا تصرفها يومية، ما جاي تبني استثمار، ما جاي تسوي له مشاريع، ما جاي ما جاي ما جاي ما جاي. يعني شوف من الغرائب إحنا أشياء نشوفها بالموازنة. مثلاً إحنا إيش قد سوينا توجهات اقتصادية بال21 بالموازنة. كل التوجهات الاقتصادية اللي خليناها بال21 بالموازنة لغتها وزارة المالية رفعتها. يعني اليوم احنا من سوينا مقارنة بين موازنة 21 وموازنة 23 طلعنا الفقرات القانونية اللي احنا خليناها اللي تساهم في تحريك الاقتصاد كلها مرفوعة من الموازنة، رفعت وكأنه عندهم عداوة ويا الاقتصاد وزارة المالية. لذلك أنا كنت من البداية ضد أن 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 تقوم وزارة المالية بإعداد الموازنة، نعم وزارة التخطيط، تخطيط وخليناها حتى بقانون الإدارة المالية، بس جاي يتعامل بينهم. لا المالية ده تاخذ الحيز الأكبر. والمالية مو شغلهم موازنة، التخطيط شغله موازنة. المالية المفروض صلاحية وزير المالية استثمار المال العام، يعني هو عنده نقد، شلون يستثمر هذا النقد، شلون يكبر هذا النقد، شلون يعظمه، شلون يخلق مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية. يعني مو يركز لي على النفط، النفط إيراد ينقطع ينضب، بس الموارد المحلية الأخرى من الزراعة والصناعة والضرائب والرسوم زين. هم راح نجي اليوم التصويت على الموازنة وتتغير بنود قبل رفع الأيادي، هم راح تجي تليفونات لأعضاء مجلس النواب وتحديداً أعضاء اللجنة المالية وتليفونات وهاي الفقرة وغيروا حرف وجيبوا ونزلوا هالتخصيص، وصارت في سنوات سابقة صارت تجي تليفونات بآخر لحظة. شوف الموازنة من رجال أعمال ومن غيره ومن أصحاب مصالح وغير يغيروا فقرات خاصة. شوف الموازنة متفق عليها في الإطار السياسي اللي يجمع كل القوى السياسية، قعدوا والوزراء شافوها كلهم وكل واحد صادق عليها ورجعوها الرئيس السيد رئيس الوزراء، وسيد رئيس الوزراء حولها لمجلس النواب، فهم موافقين على موازنة مسبقة. إذا أكو مصالح لاحقة تضاف مصالح اللحظات الأخيرة، مصالح ما لها قيمة كبيرة يعني ما راح تأثر على الموازنة، وإحنا مو ضد المصالح أنت تعرف وأنا أعرف أكو نواب أعضاء في اللجنة المالية طيلة السنوات المضت، ماذا أقصد دورة محددة أو لجنة محددة، يبتزون بعض يبتزون
بعض او يبيعون فقرات بالموازنة. خلينا نحكي بهذه الطريقة، يبيعون فقرات بالموازنة. شوف الـ الـ حتى دوراتك وجهات نظر محدودة او انتفاعية، بس بالنتيجة هي تدفع باتجاه تحسين الاقتصاد. هو دورات النوايا مالته انه يبتز، بس الآثار تكون إيجابية على الاقتصاد. هو يسمع دورات فكرة من عندي وايد نحللها عن المشيئة. لا لا احنا مثلا نشوف احنا الآن نباوع للودائع الحكومية ونباوع للاعتمادات الحكومية في المصارف الحكومية. اليوم انت تروح حتى تروح سألك شغلة بالمصارف الحكومية طولك 6 أشهر اعتماد مستند جماعة التربية ذاك اليوم، اعتماد فاتحت شركة النهرين صار أكثر من 6 أشهر في 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 المصرف التجاري تي بي اي، ولحد الان هم منجزين 75% من المشروع وما فاتحين الاعتماد المستند لهم. جيب كتابنا ورد كتابنا ورجع كتابنا وجيب كتابنا. لا شلون تحلها؟ يقول تنشيط القطاع المصرفي الاهلي احد اهم اوجه السياسه الماليه والاقتصاديه في العراق. احنا اليوم اللجنه الماليه بدنا نتوجه بهذا التوجه، هاي الاعتمادات المستنديه المالية والودائع الحكومية بدل ما متكدسة بالمصارف الحكومية خلي تنقل للودائع للقطاع الخاص المصرفي حتى نشط القطاع الخاص المصرفي حتى نخلق فرص عمل أكبر ما تتحمل الحكومة تبعاتها. اي بس تكون المصارف لازم يعني دارسين المصارف اللي ممكن تتحول لها. احنا البنك المركزي عنده تقييم للمصارف هاي كلها وعندهم ضمانات بالبنك المركزي، كل مصرف عنده ضمانات بالبنك المركزي. احنا اليوم لازم نضع ثقتنا، مو نحط الشكوك. احنا نقول هسه الان نريد نحيل مشروع على شركه، نقول لهم والله خاف هاي الشركه باكر تشرد ما تنفذ العمل. من الاول خلينا نبطل بعد نسوي شغل. اذا قلنا هذا المصرف يمكن ياخذ الفلوس ويشرد. ثقه بالقطاع الخاص اصلا موثقه بالقطاع الاصل الخاص. نخلي الثقه ونخلي التزامات. هاي البنك المركزي لازم يبادر يخلي التزامات مرنه تحفظ المال العام. وأكو شركات تأمين، من نطي فلوس بدون تأمين؟ يعني اليوم أنت مصرف أعطيتك 250 مليار روح جيب شركة تأمين تضمن 250 مليار مالتي. عملية كلش بسيطة يعني ما تحتاج هالتعقيد هذا والشكوك. لذلك احنا اليوم متوجهين أنه ندفع هاي الودائع الحكومية للقطاع الخاص حتى يشتغل القطاع الخاص. أما أنا كلها حاطها بالرافدين وحاطها بالرشيد وحاطها بالتي بي آي وما تتحرك الفلوس هاي. تنقر الموازنة خلال الشهر الرابع لو نوصل للخامس؟ لا ان شاء الله ما نوصل للخامس. ما نوصل للخامس بالرابع تنقر. بالرابع. خليني اشكرك عضو اللجنه الماليه في مجلس النواب العراقي محافظ النجف الاسبق وسيد المكلف الاسبق. تحيات لك سيد عدنان. ولا تبطل والله. شكرا جزيلا. تحب المشاكل. شكرا لكم، اشوفكم باكر ان شاء الله.